لمزيد من المتابعة حول مجالات الاستثمار وأداء أسواق الأسهم في ظل التقلبات العالمية الراهنة، ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان المحلل المالي والخبير الاقتصادي سيد سركيس نزار. بداية مرحبا بك سيد سركيس. لم يكد الاقتصاد العالمي يعني يتنفس الصعداء جراء أزمة كورونا، إلا أنه دخل يعني سرعان ما اصطدم ودخل بأزمات عدة تمثلت في ارتفاع أسعار الطاقة بسبب زيادة الطلب ونقص السلع، ارتفاع كذلك تكاليف الشحن. باختصار ما الذي يمكن فعله؟ نهارك سعيد أستاذ محمد ونهار جميع المشاهدين. بالفعل دخلنا إلى أزمة اقتصادية جديدة تمثلت بارتفاع حاد في الأسعار وتسبب بارتفاعات هائلة في معدلات التضخم عالميا. أذكر هنا في الدول العظمى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 7.9%، وهو أعلى معدل تضخم منذ أكثر من 40 عاما، وشمل هذا الارتفاع منطقة اليورو بريطانيا. حتى في منطقتنا العربية أيضا بدأنا نشهد الارتفاع في معدلات التضخم. عندما ترتفع معدلات التضخم وترتفع الأسعار كسلة سلع استهلاكية، هنا يجب أن نبدأ بالتفكير بزيادة معدلات الدخل الفردية، وهذا يستوجب من أي شخص، من أي مواطن في الدول العربية، أن يبدأ بالتفكير في البحث عن استثمارات جديدة، البحث عن طرق لزيادة الدخل وتنمية هذا الدخل المتأتي، من إن كان وظيفيا أو إن كان استثماريا من جهات أخرى، لكن يجب أن يتم التنمية من خلال الاستثمار. فسابقا كنا نقول بأن الاستثمار خيار، لكن نعم، الآن أصبح الاستثمار واجب، بل وهو ضرورة، حتى لا نفقد القدرة الشرائية للنقد. فالمئة دولار اليوم قيمتها الشرائية قد تنخفض بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، وكأن المئة دولار أصبحت 80 دولار. نعم، رؤوس الأموال سيد نزار، يعني رؤوس الأموال والمدخرات تتآكل بسبب معدلات التضخم والتي تتجاوز حاليا متوسط 5%، ذلك طوال أكثر من 12 شهرا. يعني كيف يمكن تفادي تبخر ما نملكه من ثروات ومدخرات؟ بالفعل كما تفضلت، هذا أفضل وصف ممكن الآن، وصف ما يحصل في النقد والادخارات، وهو التبخر، إذ أن انخفاض القدرة الشرائية وكأنه فقدان من القيمة النقدية والأموال حقيقة. بالتالي يجب البحث عن استثمارات وعوائد تفوق عوائدها أو المتأتي منها الارتفاع في معدلات التضخم. فإذا قلنا الآن كما تفضلت معدلات التضخم أعلى من 5%، فيجب أن نحصل على استثمارات وعوائد إضافية مقدارها أكثر من 5% أيضا. فلو حصلنا على عوائد بأقل من معدلات التضخم، فهنا نكون في خسارة محققة من خلال انخفاض القدرة الشرائية للنقد. نعم. طب سيد سركيس، يعني بطبيعة الحال وكما يقول المثل المتعلق بالاقتصاد، رأس المال جبان، يعني وأغلب المستثمرين والمدخرين يعني يلجؤون في ظل ظروف الأزمات إلى سحب أموالهم من الأسواق وحفظها في البنوك، ولكن في ظل الظروف الحالية وتفاقم الغلاء، هل تعتقد أنه يعني خيار الادخار لا زال هو الخيار الأمثل، أم أن التضخم يتربص حتى بالمدخرين والمدخرات؟ بالتأكيد التضخم سيطال المدخرات. الفوائد المصرفية المتأتية من الادخارات ستكون على الأرجح أقل من معدلات التضخم. أتكلم حتى في دولنا العربية الآن، الادخارات تأتي بعوائد شبه ثابتة أو حتى ثابتة، قد لا تتعدى 5 أو 6% في أفضل الظروف. وهذا يعني إذا شهدنا معدلات تضخم أعلى من 6%، وهذا أمر مرجح في ظل الارتفاع الذي نشهده حاليا بالأسعار، فهذا يعني بأن الادخارات سوف تتآكل. فباعتقادي الشخصي، تحويل الأموال وسحبها وتحويلها من استثمار إلى ادخار سيكون قرار غير استثماري وغير حكيم استثماريا، لأن العوائد المتأتية المحتملة من الادخارات على الأرجح سوف تكون أقل من الانخفاض بالقدرة الشرائية للنقد، وهذا يعني خسارة. حتى لو أنها رقميا لن تظهر، فالأموال الرقمية سترتفع مع العوائد المتأتية من أسعار الفائدة والعوائد الثابتة كأرقام، لكن في الحقيقة القدرة الشرائية لهذه الأموال ستنخفض، وبالتالي
سنشهد خسارة محققة بتعديل الأموال بمعاملات التضخم. نعم. بالتالي لا أعتقد بأن تحويل الأموال من استثمارات إلى ادخارات هو القرار الحكيم حتى بالوقت الراهن الذي تسود فيه توترات جيوسياسية هائلة في شرق أوروبا، وكذلك في ظل الارتفاعات الحادة بالتضخم والتي تهدد بأزمة اقتصادية قادمة أستطيع أن أطلق عليها أزمة الركود التضخمي في عديد من الدول، بل بالفعل بدأنا نشهد هذه الأزمة في عدد من الدول، وبالتالي الادخارات قد تكون خيار غير صحيح استثماريا بالنسبة لي شخصيا. نعم، طيب في هذا السياق سيد سركيس، يعني هذه الموجة التضخمية الكبيرة التي يشهدها العالم والتي عصفت يعني بأسعار كل شيء خاصة المعادن النفيسة، هل تعتقد أن الذهب لا يزال يعد أحد المحافظ الاستثمارية الهامة وملاذا آمنا للاستثمارات في أوقات الأزمات؟ لا شك بأن الذهب هو ملاذ آمن وغطاء ضد مخاطر التضخم، لكن هنا يجب أن أوضح أمر مهم جدا وهي العلاقة ما بين التضخم وأسعار الذهب. يعتقد الكثير من المتابعين لأسواق المعادن الثمينة وتحديدا تحركات أسعار الذهب بأن سعر الذهب مرتبط بشكل مباشر بمعدلات التضخم، رغم أن الذهب يرتبط بشكل مباشر بالتوترات الجيوسياسية والتي شهدنا في خلال الفترة الماضية ارتفاع أسعار الذهب ليصل إلى مستويات قريبة من ذروته القياسية، ليحقق خلال هذا الشهر مستوى 2070 دولار للأونصة الواحدة في تداولاته في الأسواق المالية العالمية، لكن عاد بعدها للانخفاض مباشرة ليفقد أكثر من 60 دولار. هنا يجب التوضيح بأن العلاقة بين أسعار الذهب والتضخم هي بارتباط معامل سعر الذهب مع توقعات التضخم لخمس سنوات، وهنا أذكر مثال مستويات أو الحركات التي تحركها سعر الذهب ما بين 1988 وحتى عام 1992 حين انخفضت أسعار الذهب بنحو 35% عندما كان مستوى التضخم مرتفع. لماذا؟ أن البنوك المركزية حينها رفعت أسعار الفائدة وبعدها بدأ معدل التضخم بالانخفاض وهنا أيضا انخفضت أسعار الذهب، لكن على المدى المتوسط والطويل أسعار الذهب ترتفع بشكل مستمر. بالتالي يعتبر الذهب وما زال يعتبر هو الملاذ الآمن ضد مخاطر انخفاض القدرة الشرائية للنقد، لكن هنا وجب علي التنويه إلى أن الاستثمار بالذهب يجب أن يكون على مراحل، ففي أعوام مثل 2013-2015 شهدنا على مدى العام انخفاضات في أسعار الذهب، لكن في نفس الوقت أفضل أن يتم الاستثمار بالذهب على عدة مراحل وليس على مرحلة واحدة حتى يستفيد المستثمر بالذهب من الارتفاعات السعرية على المدى الطويل، وأقصد هنا حوالي خمس سنوات كعلاقة افتراضية اقتصادية ما بين أسعار الذهب وتوقعات معدلات التضخم. نعم، طيب السيد نزار دعنا يعني ننتقل من الذهب إلى الصكوك التي تعتبر يعني من الأدوات الاستثمارية والتي أوصى بها الخبراء، يعني لأنها ورقة مالية كما تعرف قليلة المخاطر ودائما ما تكون مرتبطة بأصل معين، ما نصائحك في هذا الاستثمار في ظل توقعات خاصة توقعات برفع أسعار الفائدة؟ بالنسبة للصكوك يجب البحث عن صكوك وادخارات في عوائد في الأوراق المالية ذات العائد الثابت بمعدلات عائد أعلى من التضخم، وباعتقادي ليس كل الجهات قادرة على توفير هذا العائد المرتفع. بالتالي هنالك أنواع من أنواع الصكوك أو السندات أيضا والتي ترتبط عوائدها أو قيمها وأسعارها السوقية في معدلات التضخم فترتفع كعوائد، ترتفع مع ارتفاع معدلات التضخم أو توقعات ارتفاع التضخم وتنخفض مع هذا النوع من السندات أو الصكوك، قد يكون مناسب لعديد من المستثمرين، لكن في نفس الوقت ارتفاع أسعار الفائدة المتوقع يجري حاليا تسعيره وهذا يظهر على شكل الانخفاض بالأسعار السوقية لعديد من السندات والصكوك حتى التي تصدرها الشركات. فبالتالي يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن الاستثمار قد يكون جيد، لكن بشرط واحد أن نبحث عن العوائد المتوقع عائدها أن يكون أعلى من معدلات التضخم. ربما قد يكون صعب بعض الشيء أن نجد عوائد أعلى من 8% أو 10%، لكن بشكل عام هذا هو المستهدف الذي يجب أن يبحث عنه أي شخص يريد أن يدخر أمواله في أدوات الدين ثابتة العائد
وهذا ضد مخاطر التوترات الجيوسياسية. فلا يجب فقط النظر إلى التوترات الجيوسياسية، لكن أيضا يجب النظر إلى مخاطر الارتفاع المتوقع في التضخم. وبحسب المعطيات التي أمامي الآن اقتصاديا، أعتقد بأننا سنشهد معدلات تضخم لم نشهدها منذ عشرات السنين، وهذا ما يجب أن نبدأ بتحضير أنفسنا له. وبالتالي البحث عن أدوات الاستثمار يجب أن يكون بمعدلات عائد لا تقل بأي حال من الأحوال عن 8% لتقليص تأثير معدلات التضخم المحتملة المرتفعة على القدرة الشرائية للنقد المتأتي من هذه الاستثمارات. نعم سيد سركيس، يعني ويعني نبقى في موضوع الصكوك وسندات الديون السيادية، يعني التي هي مرهونة بالمتغيرات الجيوسياسية كما نعرف التي يمر بها العالم، كيف يؤثر هذا على ثقة المستثمرين في قدرة الدول على تخطي الأزمات الاقتصادية؟ الآن نلاحظ بأن المستثمرين بدأوا في الشك في كثير من الدول، على سبيل المثال في الولايات المتحدة، بريطانيا، الاتحاد الأوروبي، الصين، اليابان، هنالك شك كبير في المجتمع عن قدرة هذه الدول أو حتى دول أخرى عن اجتياز المطب الذي بدأنا فيه بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية. هذه الأزمة خلفت وراءها إلى جانب التضخم تعثرات اقتصادية محتملة. لم يلبث الاقتصاد العالمي أن خرج من آثار جائحة كورونا حتى دخلنا الآن في مرحلة أزمة جديدة. حتى معناها تشمل تضخم، لكن بحسب صندوق النقد الدولي ستشهد على الأرجح أيضا انخفاض في النمو الاقتصادي. الشك يتسرب لدى المستثمرين حاليا، وهذا ما تقوله لنا العديد من أسواق الأسهم حول العالم. فرغم ارتفاعها اليوم، هذا الارتفاع كان مرتبط ببعض الهدوء بحسب وجهة نظر المستثمرين في المحادثات ما بين روسيا وأوكرانيا، لكن في نفس الوقت عند حصول أي مستجدات وتصعيد في الأزمة الجيوسياسية نلاحظ مرة أخرى أسواق الأسهم والثقة ينخفضان مباشرة، وهذا يدل على أن المجتمع بشكل عام، المستثمرون بشكل عام غير واثقون على قدرات الحكومات وكذلك البنوك المركزية للتصدي للأزمات التي تتبع الارتفاع الحاد بالأسعار. بالحديث عن هذا الموضوع أستاذ سركيس، يعني وهذه الأزمة الجارية في شرق أوروبا على الأسواق والبورصات العالمية وأدت إلى انخفاض أسعار الأسهم بصورة كبيرة، خاصة وأن الكثير من الشركات منكشفة على الأسواق الروسية التي تتعرض لعقوبات، هل تعتقد أن أسواق الأسهم بشكل عام ستفقد بريقها؟ الآن بداية يجب أن نعلم بأن الانكشاف يبدو أنه هائل، رغم أن الأرقام غير معلنة تحديدا على الانكشاف البنوك العالمية على الاقتصاد الروسي أو الأوكراني، والانكشاف قد تظهر آثاره خلال الأشهر المقبلة. مدير الصندوق النقد الدولي أشارت إلى أزمة ب 120 مليار دولار أو ما يعادلها، لكن باعتقادي الأزمة ستكون أكثر من ذلك بكثير والانكشاف هائل. بالتالي الشركات منكشفة على الاقتصاد الروسي وكذلك على الاقتصاد الأوكراني. نحن نتحدث عن الاقتصاد رقم 11 في العالم، رغم أنه اقتصاد بحوالي 1.6-1.7 تريليون دولار، لكن أثره الاقتصادي هائل لأننا نتكلم عن تجارة دولية، وبالتالي انخفضت أسواق الأسهم. لكن هل فقدت بريقها؟ أعتقد بأن هذا الانخفاض في البريق سيكون على مستوى سوق كامل. إذا تحدثنا على سبيل المثال مؤشر فوتسي البريطاني، مؤشر داكس الألماني، وكذلك المؤشرات الأمريكية S&P وداو جونز بالفعل تأثرت سلبا. لكن لو بحثنا في تفاصيل الأسواق فسوف نجد بأن المستثمرين لا يخرجون تماما من الأسواق المالية. أذكر هنا شركة بيركشاير التي ترتفع أسهمها رغم كل ما يحصل. كيف يحصل ذلك؟ لأن الأموال لا تتدفق كلها خارج أسواق الأسهم، بل هنالك بحث عن شركات قد تستفيد من الأزمة وقد تستفيد أيضا من ارتفاع الأسعار. رأينا خلال الفترة الماضية كيف ارتفعت أسهم شركات الطاقة، شيفرون على سبيل المثال وغيرها من الشركات التي ارتفعت أسهمها بقوة، بينما شركات أخرى ثقيلة تؤثر على أسواق الأسهم مثل مايكروسوفت، مثل أمازون، انخفضت أسهمها. لكن كتفاصيل شركات لا أستطيع أن أقول بأن أسواق الأسهم فقدت بريقها، بل على العكس من ذلك، أصبح الآن المستثمرون يبحثون على الفرصة داخل أسواق الأسهم لتعويض المخاطر المترتبة على التدهور الاقتصادي الذي
بدأ لتوه في العالم. نعم سيد سركيس، طيب مع كافة هذه المعطيات التي ذكرتها حضرتك، كيف يمكن الاستثمار في سوق الأسهم في ظل الظروف الحالية ومع حجم المبالغ التي يمكن ضخها في هذا المجال؟ الآن كل شخص له قدرات لدخول المخاطر. حجم الأموال يجب أن يكون مرتبط بقدرة الشخص على تحمل المخاطرة، فلكل مستثمر أو لكل شخص قدرات على تحمل هذه المخاطرة، هذا كبداية. ثم النقطة الثانية التنويع في الاختيار، فلا يجب البحث عن شركات ارتفعت بشكل هائل خلال الفترة الماضية، بل هنالك العديد من الشركات والتي قد ترتبط أداؤها المستقبلي والعوائد الموزعة في الثورة الاقتصادية، رغم أننا الآن في أزمة، لكن هذه الأزمة قد لن تطول لسنوات. فنحن نتكلم هنا عن فرص، نحن نتكلم عن أسعار أسهم انخفضت، لو نظرنا إلى شاشات التداول في أي سوق في العالم سوف نلاحظ بأن هنالك العديد من الشركات التي انخفضت قيمها السوقية وأسعار أسهمها لمستويات مغرية بالفعل، يعني لو شاهدناها خلال أواخر العام الماضي لكنا استثمرنا بها، والآن نجد الأسعار بالفعل عند مستويات سعرية قد تكون مناسبة. مكررات الربحية لعديد من الشركات أصبحت أكثر مناسبة مما كانت عليه في خلال شهر ديسمبر الماضي أو شهر يناير الماضي، وهذا يعني أولا البحث عن الشركات التي قد تكون غير منكشفة كثيرا للأحداث الجارية عالميا، والخطوة الثانية هي بالتنويع والبحث أيضا عن الشركات المرتبطة في قطاعات قد تستفيد من الأزمة. كما نعلم أن هنالك شركات، هنالك قطاعات تستفيد من هذه الأزمات. أذكر على سبيل المثال للحصر الارتفاع الذي يحصل في أسهم شركة كاتربيلر، هذه الشركة من المتوقع أن يكون لها دور كبير في إعادة الإعمار، وبالتالي هنالك شركات من الممكن البحث عنها وإيجاد بأنها قد تكون مناسبة على مدى 3 أشهر، على مدى أيضا سنة كاملة. إذا نظرنا إلى القطاع المصرفي، البنوك المركزية تتوجه لرفع الفائدة لمحاربة التضخم الذي يرتفع بشكل كبير. نحن نعلم بأن البنوك من القطاعات التي تستفيد على المدى القصير من رفع الفائدة، لكن أسعار العديد من الشركات المصرفية في الولايات المتحدة، أوروبا، بريطانيا وغيرها أيضا انخفضت. فهنا من الممكن البحث عن شركات مصرفية تعرضها قليل للأزمة الجيوسياسية للبحث عن استثمارات فيها، وهذا رأيي الإجمالي بما يخص أين نبحث عن الاستثمار. لكن مرة أخرى لكل شخص قدرة تحمل للمخاطرة، وعلى أساس هذه القدرة يجب اتخاذ القرار في المبالغ المالية التي يستطيع كل مستثمر وكل شخص دخول أسواق الأسهم فيه. نعم، في هذا السياق أيضا سيد سركيس، الكثير ينصحون بالاستثمار في العقار كأحد أهم الاستثمارات ومخزون لقيمة العملة، هل تتفق مع هذا وكيف يمكن ذلك خاصة في ظل الغلاء الكبير الذي أصاب هذا القطاع بشكل عام؟ الآن بالنسبة لقطاع العقار بالفعل هو من الاستثمارات التي أعتقد بأنها جيدة بشكل عام، لكن هنا يجب أن نفرق في موضوع مهم جدا. أولا الارتفاع الحاد في أسعار العقار هذا تركز أو ارتكز على المنشآت الجديدة والمباني الجديدة والعقارات أيضا الجديدة، لكن في المقابل العقارات القديمة كان ارتفاع سعرها أقل من الارتفاع في أسعار العقارات الجديدة، خصوصا ونحن الآن نعيش في أزمة إن صح التعبير من ارتفاع أسعار المواد الأولية في البناء. هناك موضوع مهم في الأزمات، يجب أن نعلم بأن الأزمات تزيد الطلب على الإيجارات وليس فقط الشراء، بل ينخفض شراء العقارات ويزداد تأجير العقارات. من هنا قد يكون الاستثمار في العقارات القديمة هو خيار جيد على المدى القصير، وإعادة تشغيل هذه الاستثمارات في الإيجار قد يكون أيضا نافع لإدرار عائد إن كان شهري أو سنوي ثابت من خلال هذا التأجير. لكن على المدى الأبعد قد يكون الاستثمار يتطلب منا الانتظار قليلا من الوقت حتى يصل قطاع العقار إلى القاع لدخول استثمارات في عقارات جديدة أو في قطاعات إنشائية جديدة تخدمنا على مدى عدة سنوات. في هذا الموضوع كذلك يعني سؤال أخير سيد سركيس، يعني أغلب الناس يلجؤون إلى الاقتراض للدخول في سوق العقارات، هل تعتقد أنه من المفيد اتخاذ أو استخدام الرهن العقاري كسبيل للاستثمار في ظل الحديث عن رفع أسعار الفائدة؟
هنا أدخل في موضوع المخاطرة مرة أخرى. نعم. القروض المصرفية قد تبدو الآن الفوائد عليها منخفضة نسبيا مقارنة بما ستكون عليه على الأرجح خلال السنوات المقبلة، فقد يكون الاقتراض الآن من أجل إعادة الاستثمار أمر جيد بالفعل، لكن نعم. إذا امتلك الشخص القدرة على احتمال الدفعات المترتبة على هذه القروض فقد يكون الاستثمار جيد، لكن إذا لم يمتلك الذي يريد الاقتراض أي أموال إضافية تكفي للسداد أي قسط متعثر، هنا ستكون المخاطرة كبيرة جدا. حتى أوضح كلماتي بطريقة أبسط، الاقتراض قد يكون جيد من أجل نعم. الاستثمار في عديد من الاستثمارات ومن ضمنها أسواق العقار، لكن نعم. على الشخص أن يكون منتبه بأن هنالك مخاطر وربما تتأخر دفعات، ربما ينخفض أيضا سعر العقار مما سيجعل المقترض مجبر على انتظار فترات زمنية أطول من نعم. أجل إعادة بيع هذا الاستثمار أو إعادة الحصول على دفعات داخلة، ولذلك يجب الحذر عند استخدام الاقتراض من أجل إعادة نعم. الاستثمار. نعم، السيد سركيس نزار المحلل المالي والخبير الاقتصادي كنت معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك، وبذلك تنتهي تغطيتنا لهذا اليوم، ملتقانا يتجدد بكم غدا إن شاء الله.